مشاهدينا الكرام، مرحبا بكم معنا مرة أخرى. كنت واجدوا على جد مقربة محكمة استئناف بالرباط في ملف والله العظيم ما عرفت فين غنبداه. معايا الأستاذة المحامية زينب لعدد كبير من المغاربة تعرفوها، ومعايا أصغر أم في المغرب، أصغر أم لا أبالغ في الكلام. هاد البنية عندها 12 عام، 12 سنة، والدة هاد الوليد بالاغتصاب، أبوها كيبكي والله العظيم. هاد البنية عندها 12 سنة. عاود لي الحسين. السلام عليكم، أنا محمد متزوج، عندي 4 دراري وهاد البنية اليوم، جيراني وصحابي اللي كنتير فيهم الطيقة خدعوني في هالطفلة هادي. هي أنا في المحكمة راه ما عنديش، الناس راهم دايرين عليا القوة، راهم مضيعوني في حياتي. أنا بغيت هادشي اللي عندي، بغيت نسمعوا المغاربة والمحمد السادس الله ينصرو، وبغيت حقي من جلالة الملك الله ينصر، الله ينصركم، الله ينصركم وبارك الله فيكم. شكرا. هادشي يا خويا قدي. قدرتي تعاود ليا كيفاش تكرفصوا عليها الثلاثة؟ أنا سيدي باش غنعاود لك، أنا طفلة صغيرة عندها 12 عام، باش غنعاود لك. أنا نقولش لك، كان أنا في الصيف كنت في الدار، الوالد مريض عندي، كان عاني، عندي الطونوبيل، عندي الخطرة، كنمشي للمارشي، كنمشي بكري، أنا كنترزق الناس، كنترزق هاد الوليدات، كنجيب لهم قود ديال العيش فاش ياكلوه، وكنصرف على الوالد، كيخلي راه عندي الطبيب الوالد شاد الفراش، ما عندي لا خويا لا أختي لا ماشي واحد غير أنا بوحدي في هذاك الدوار. راهم بان ليهم، راهم تعداو عليا، مي شافوني واقف مع الواليد، انا ما ديت ما جيت، لقيت كنجيب الدواء، نمشي نجيب مصروف، نجيب الدواء، نجيب مصروف للدراري، نجيب البهايم، نجيب كدا، راك عارف الوقت حنا كنتقاتلو مع الوقت. وما يراهم جيراني طاعنيني في هاد الدري، ثلاثة الدراري، العبدي كريم هو السبب هادشي. واش هادشي في نهار واحد ولا مدة الحسين ولا مدة؟ هاد المدة 8 شهور. شهور وما تتكفصوا عليها؟ من الشهور. هي ما كتقولش لكم هادشي؟ الضغط، انا بغيتك تشوفين ساكن، الضغط كيضغطوا على الدريه ما عارفاش، صافي ما كاينش اللي كيجيب لي الخبر. انا مره واخا الحسين، انا غنشوف معاك مشاهدينا الكرام، نتنور الراي العام، نحاول مع الام. شنو اللي عاودت لك البنيه 12 عام وحملت؟ ما عاودتش ليا، عمرها ما قالتش ليا. ولدي اللي مشى للسوق قال لي واحد الوجيه، قال ليه محمد. ولدك شكون ولدك؟ خوها؟ هذا ولدي هذا. دابا انت جداها؟ انا جدتها. انت الام ديال الحسين؟ ام ديال محمد. مشى للسوق قال ليه محمد خويا انت راه غادي وما عندك خبار. قال لي خويا ما عندي خبار. قال لي راه شادين فيك الهضره، راه بنتك راه حامله. جا صامي تنطيب الخبز، قال لي امي، قالوا لي هاد البنت راها حامله. قلت ليه في الصباح ولدي غندوها للطبيب، ديناها للطبيب، لحقناها قال لي البنت حاملة. صافي مشينا دعينا، صافي مشات البنت، قالت لي مش كاين، هذا فلان، هذا فلان، هذا فلان، شاي وهذا الشيء اللي قالت لينا ولدي. الله يفرج عليكم يا ربي. مشاهدينا الكرام، غادي نشوف الموضوع مع الاستاذه زينب لهذا الملف لا اله الا الله. هي عندها 12 عام. السلام عليكم. قلت لي ممكن تدوز معنا هي لان ولدات. السلام عليكم استاذ خير زينب، محامي فائده البيضاء. انا اليوم تاسفت بزاف، كنت مدينه الرباط، كنوب على هذا الطفله اللي باقا طفله، خاصه باقا مكانها في المدرسه، باقا مكانها في التعليم، باقا مكانها في دارهم، اللي باقا ما عندها حتى شي مسؤوليه لا مدنيه لا جنائيه. هاد الدريه تاسفت لها بزاف اليوم، لانني كنبت عليها عند السيد قاضي التحقيق، لانها كانت تعرضت واحد الاغتصاب، ومن طرف سداد بكاره مع الاغتصاب والحمل الناتج عنه حمل، ومن بعد ولدات هاد
الطفل الصغير هذا، هذا الصغير عنده يلا 7 أيام جايه به، وماشي حشومه، نهار 7 أيام جايه دريه قاصره اللي هي باقا قاصره، ما عمري ما شفتش دريه عندها 11 عام ولدات، 12 عام ولدات، يعني ان تمارس عليها وهي عندها 10 سنين. هاي الدريه انا بعدا بكاتني بكات جميع الناس اللي كانوا قدام قايد، حيت انا ما كنتش كنتصور هادشي، ما يمكنش شي واحد ما يشوفها ما يبكيش، لقيت باها كيبكي، ما كتبكي، الناس اللي قاعدين تصحي كلهم كيبكيو، لدرجه ان سيرت انت ما يمكنش، ما يمكن كيفاش هاد الواقعه، جيت تشوف الواقعه، عرفت اش كاين في الميف، طارت على الميف، كنلقى بانها مسكينه كانت الوالد ديالها والوالده ديالها كيمشيو يجيبوا القوت ديالهم، اكثريه الوالد ديالها والابن الوحيد عند والدي ديالو، هي الوالده ديالو، مرته كانت كتخدم، هو تيخدم، عنده ولادو 3 كيقراو، واحد كيمشي يخدم باش يعينهم. يعني هذا الاساس كان كيخلي الدريه بعيد على المدرسه بعيد عليه، هنا فاش كنقولوا خاص 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 التعليم، خاص وزاره التعليم ترد البال، لان دير مدارس قرب، لان الناس خاصها دير 6 كيلومتر باش توصل للمدرسه، هذا الشيء اللي الاب ديالها باش تدخل المدرسه خايف عليها من هذا الشيء، وهذا الشيء راه هي في الدار وتغرضت هذا الشيء. الا قدرتي والا كان ممكن استاذه باش تعاونيني في الملف. هادو اللي تكرفصوا عليه شحال من واحد؟ ثلاثة، تكرفصوا عليه ثلاثة، اللي فتت البكرة ديالها النهار الأول واحد، جاو كيتناوبوا عليها المدة ديال شي. ما قدرتش تقول هادشي؟ ما قدرتش تقول هادشي لأن خفت من والديا، لأن كنت تيضغطوا عليها، لأن تيقول لها قلت ممكن تكلم معاها بالإذن ديالك أستاذة؟ يمكن تهضر معاها لأن ما يمكنش ديرها ولات مو 12 عام. أختي صاب من طرف ثلاثة أشخاص اللي كانت عندها ديك الساعة 10 سنين وقيلا كيمارسوا عليها، راه ما يمكنش لا يعقل هما عائلة تاعي. يلاه يطول عمرك باش نحاول، كي داير اختي لاباس؟ لاباس؟ قولي هدري لاباس. ما عرفتش اش نقول لك، شحال عندك من عام دابا؟ ما عارفاش. قريش. ما قدرتيش دوك اللي تكرفصوا عليك تقوليها لوالديك في الاول ولا؟ لا. دابا ولدتي؟ لا. الله يفرج عليك. تسع شهور. ولا اختي قولي لي. عنده 7 شهور الدري ولدات وحشوماش، الدري عنده 9 أيام جايبها المحكمة. وحشومة هادشي راه بزاف، راه ولا هادشي في المغرب، راه ولا شي حاجة خطيرة، ما بقاش عندك الأمان، فالأختي صاب هاد القتل هذا، كيفاش درية عندك اللي هما تقريبا على العائلة ديالهم، كاين معاهم وجيران ديالهم، باه واخا ما عندوش كان كيحسد ليهم، لأن هذا كان كيعتبر بأنهم جيرانهم، هو هما اللي غادي يحميوها، فإذا بهم راجل متزوج كيدخل عليها كيغتصبها، جوج كيغتصبوها كيتناوبوا عليها، كيفاش هادشي؟ والدرية عندها 10 سنين وهي كتغتصب. وانا كنضر راه الحمد لله راه الميت خد مجرى طبيعي راه تعتقلوا راه تكلموا عند السيد وكيل عند وكيل عام تعتقلوا تحالوا على السيد القاضي التحقيق ان شاء الله غادي يكون غتكون عندهم عقوبه قاسيه لان لا يعقل باش الناس اللي داير فيهم هاد السيد اللي هما تيعتبروا مع عائلته هما الوحيدين الجيران ديالو بينهم امتر كاري لان ما يمكنش تدخلوا على الدريه كتستغلوا الظروف ديال الفقر لان الناس كيمشيو يخدموا على والديهم وولادو كيقراو كيضحي من اجلهم كيمشي يخدم هو باش يعيش باه امو هو الواحد اللي عندهم في الاخر كيجي يلقى بنته اللي حرمها من المدرسه على اساس ما كايناش مدارس تما بعيده ساكنه وما تعرفش متعرفش هذا الشيء فاذا بها تعرض هذا الشيء بقاو على الدار كيفاش غنديروا حنا نواكبوا هذا الميف كاع كله. واخا استاذ الله يوفقك يا ربي غادي نشوف سؤال محير في الموضوع هاجي تعطيني السي الحسين تساعدني كيفاش انت عرفتي هاد الثلاثه اللي تعتقلوا دابا كيفاش عرفتي في الاخر ملي قالوا لك الناس قلتي في السوق صيفطوا لك قالوا لك بنتك راه حامله مشيتي بحثتي في الموضوع باش عرفتي هذوك الثلاثه واش واجهتي البنيه قالت لك الحقيقه شنو اللي وقع؟ لا انا سيدي في الاول البنت ملي قلنا لها انت راه عندك شي حاجه ما تقص قالت لك انا ما عنديش بقيت معها حتى قالت لك راه عندي واحد يوسف الزواج منين قالت لينا هاد الهضره بحال ما هكا هي جات امها من الخدمه جات مع ديك الخمسه مش غنقول لك واحد النهار ما لا اله الا الله ومحمد رسول الله ما تغدينا ما تعشينا بقينا في الملاحظات شد انا راه ولا منين هادي فالنواحي ديال دار بن حسين الغابه ديال بن حسين كتواجه السيدي عبد الرزاق ما بينها وبين السيد عبد الرزاق شي ولكن بيناش تيفلت مع الخميسات ولا تيفلت عملات الخميسات عملات الخميسات دائره تيفلت حنا كنسكنوا من النواحي ديال السيدي عبد الرزاق النواحي اللي كنسكنوا هنا في النواحي ديال دار بن حسين الغابه هاد الناس جيراني انا من اطراف الغابه انا هو الطرف ديال الجيران وهذوك الناس راهم جيراني هما راه بعائلتهم انا راه ما عنديش
حتى شي واحد من حدايا، ولد عمي ولا اختي ولا خويا. لا هي كيفاش قالت لك الاسماء ديالهم في الاخر؟ قالت لك شكون هذا الشيء؟ قالته للمخزن هي. اه ولا قالت لينا غير واحد اللي مشينا درنا الشكايه دينا هما الاخرين طبيب تجابهم جابهم الدارك طرفهم الدارك الملك الله ينصرهم الله ينصر سيدنا. انا كنعس كنعس رجال الدارك راه مزاز وليا شدوا لي احقاد البنيه. اولا الدري الكبير مول الولاد راه ما كانش طايح ليا في البال، انا قلت صديق ديالي، ولكن الحمد لله البنيه راه قلت ليها نشدوا ليها حقها شدوا ليها حقها. انا كنصر المخزن كنصرو كنحفظو الله يحفظك والله العظيم اللي شد لي حق الدري ديالي. انا معاك مشاهدينا الكرام، غادي نشوف. لا لا مرحبا انا معاك الله يفرج عليك. المشكل بالنسبه لهذا الملف كلهم متهمين بالاغتصاب، ولكن كاين الاول اللي كانت اغتصبها اللي في تضليع بكرتها راه مع المعلومه ديال الجنايه، والاخر كلهم جنايات، الا انه كان واحد التساؤل بالنسبه للحمل. حنا غنديروا خبره جينيه باش نعرفوا ولد من هذاك، واش ولد الاول ولا الثاني ولا الثالث، واش ولد اللي فتض لها بكره ديالها ولا الثاني اللي اغتصبها ولا الثالث اللي اغتصبها. هنا غنكون واحد البحث عن طريق الخبره الجينيه غنديروها باش نبينوا شكون، وفي الاخر في الاخر غادي تاخذ مجراها، وان شاء الله تكون عقوبه صارمه وقاسيه صادمه في هذا بالنسبه لهاد المتهمين اللي ما فيهم لا رحمه لا شفقه لا انسانيه، ما كيعرفوش حق الجار، ما كيعرفوش انسانيه. وهذا وحوش، هذا وحوش غابه، حرام حرام وبارك من هادشي. واش حشومه؟ حشومه واش الجيران كيقروا الجيران كيعتبروا معاه عائله؟ ديروا هذا الدريه اللي باقي دريه ديال المدرسه، الدريه ما يمكنش ماشي ديال هما حاطينها في امان في دارهم، تيدخلوا عليها للدار وكيستعملوا لها داك الشيء. كيفاش دريه عندها 10 سنين كتمارسوا عليها توصلنا لهاد النتيجه؟ وهاد الدري اشي الذنب ديالو اللي عنده بس سبع ايام وجايبينو للحكام؟ انت استاذ المعلومات اللي عندي انا هو انت 40 سنه وانت في المحاماه صحيح؟ 40 عام 40 عام. عمرك شتي شي ملف ديال 12 عام والده؟ لا عمري ما شتي انا شي ملف 12 عام والده، وكانوا كيمارسوا عليها منذ بعض وكيتناوبوا عليها ثلاثه، وواحد صد بكار عاقل عليه وتيتنبوا عليها في ثلاثه. راح ولد من هاد الدري ما عمري ما شي مشكل بحال هاد الدري، بحال هاد الميث. هاد الميث بان لي ميث اللي كيضر خصوصا في هاد الشهر ديال رمضان، راه ما يمكنش الانسان خاص الانسان. علاش ما كيتقاش انسان الله؟ علاش علاش مالكم غاديين في الهمجيه؟ كيفاش شوما واحد مجوج؟ انت مجوج اش غادي بنت قصيره؟ علاش غادي لها هادي لي بيدوفيل؟ سونس دي بيدوفيل هاد الناس اللي قربوا لها الدريه صغيره. و استاذ مجهودك معاه معلوم معلوم ما غنزكاش على هادشي. مشاهدينا الكرام غادي نوضع رقم الهاتف ديال الاب الوضع علاش والله العظيم لا واحد البيكوب هما اللي جابتهم دابا وكيتسنى فيه باش تردو من القريه ما فحالوش. عنده هاد البنيه اللي 12 سنه ولدات بهاد الطريقه هادي القمه في المعاناه. مشاهدينا الكرام غادي نوضع رقم الهاتف ديال السو الحسين، وكذلك النداء لجل المنابر الاعلاميه نهتموا بالقصه ديالو ونجيو نشوفوا هاد البنيه في سبيل الله. مشاهدينا الكرام اصغر ام في المغرب 12 سنه والده 7 ايام. تلك المواطن شكرا لكم.